عادات وتقاليد الجزائر العاصمة، أضرار وتيزي وزو، كانت مسك الختام لفعاليات تظاهرة دار الدزاير، وهو ما جسدته حفلات الأعراس التقليدية لهذه الولايات. يعني العاصمة اليوم قدمت يعني كل ما تسخر به من ثقافة وفن وأكل، يعني أضرار حاضرة بثقافتها وبطبوعها الغنائية المختلفة، من رقصة البارود إلى الزمار وإلى كذلك إلى طبع شبابي جديد وهو القناوي مع القرقبو. الريتوال تاع مارش كابي تراديسيونال، مارش كابي كيسديرو لا تيزوزو ولا اون كابيلي افيك ان باساج دون تور فولكلوريك. الجزائر تحتضن افريقيا، كان شعار هذه الطبعة من تظاهرة دار الدزاير التي عرفت مشاركة 10 دول إفريقية ووسط إقبال كبير من الجمهور. كنا عندنا توافد يعني الولايات، 48 ولاية جاءت في هذا الفضاء الجميل، وحتى يعني 10 بلدان إفريقية كانت يعني ضيفة شرف. توافد الجماهير، وصلنا إلى أكثر من 50,000 زائر في 14 يوم. هي طبعة كرست مشاعر الوحدة الوطنية ومناسبة لإعادة اكتشاف ثراء التنوع الثقافي لكل ولايات الوطن.